كان بيسيح النايح. تعال اتفضل، يوم يومك، تعال اتفضل الفطار. ما تبصش قوي، دي طعميه، ما تبصش كتير. ده كانت اكل الملوك ايام الفراعنه، وكان اسمها ايه؟ طعميه. كلام في سرك عشان ما تقولش وقت كتير. دي لها مفعول السحر، لا تقول لي حبه سرقه ولا تقول لي اكل الكوارع. والقرص ب 50 جنيه، دي اللي فهمتها يعني. طلع اتفضل يا برنس. مش بس انت اللي هتكسب، كلنا هنكسب. السياحة خير لينا كلنا.